بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على البارشال ديفرنشال إيكويشن. البارشال ديفرنشال إيكويشن عبارة عن معادلة تحتوي على دوال غير معروفة والتفاضلات بتاعتها. أعطينا مثال على ذلك، إن عندي بارشال سكوير يو في إكس وتي باي بارشال إكس سكوير إيكوال بارشال يو في إكس وتي أوفر بارشال تي. المعادلة ديت بتحتوي على الـ independent variable اللي هو الـ x و t والـ dependent variable اللي هو الـ u. فلو عندي u x x ده equal partial square u of x و t over partial x square، و u x t ده equal partial square u of x و t over partial x partial t. الـ order of الـ partial differential equation ده بيساوي الـ order of the highest order derivative. في عندي linear partial differential equation و non-linear partial differential equation. فنبدأ الأول بالـ linear partial differential equation. أقول عن المعادلة التفاضلية إن هي على الـ partial differential equation إن هي linear لو هي linear في الـ unknown function والتفاضلات بتاعتها، وأعطينا مثال على ذلك. البارشال ديفرنشال ايكويشن موجودة في مجالات العلوم ومجالات الهندسة، وأمثلة على المعادلات الموجود فيها البارشال ديفرنشال ايكويشن زي اللابلاس ايكويشن والهيت ايكويشن والويف ايكويشن. الأول باللابلاس ايكويشن، زي ما واضح قدام حضراتكم الصورة العامة للابلاس ايكويشن، وهي اللابلاس ايكويشن بتستخدم to describe the steady state distribution of the heat in a body. كده الهيت ايكويشن زي ما واضح امامنا الصورة العامة للهيت ايكويشن، partial u of x و y و z و t over partial t equal partial square u over partial x square plus partial square u over partial y square plus partial square u over partial z square. الدالة u of x و y و z و t دي بتستخدم في تمثيل درجة الحرارة عند التايم t. والويف ايكويشن زي ما هو واضح امامنا، حيث ان الداله يو اوف اكس واي وزد وتي دي بتمثل الديسبيسمنت عند التايم تي. نيجي بعد كده على اللينير سكند اوردر بارشال ديفرنشال ايكويشن. السكند اوردر لينير بارشال ديفرنشال ايكويشن الصوره العامه ليها اي يو اكس اكس plus b u x y plus c u y y plus d equals 0، حيث ان ال a وال b وال c functions of x and y with d function of x y و u و u x and u y. classification depend on b square minus 4ac. if لو ال b square minus 4ac less than 0 دي بسميها elliptic partial differential equation. لو ال b square minus 4ac equal 0 دي بسميها parabolic partial differential equation. لو ال b square minus 4ac greater than 0 دي بسميها hyperbolic partial differential equation. زي ما احنا شايفين معادلة اللابلاس equation هنا ال a بواحد وال b بزيرو وال c بواحد، لأن ان ال b square minus 4ac دي أقل من الزيرو يبقى اللابلاس equation دي elliptic partial differential equation. لان ان معادله الهيت ايكويشن دي عباره عن بارابوليك بارشال ديفرنشال ايكويشن، ومعادله الويف ايكويشن دي عباره عن هايبربوليك بارشال ديفرنشال ايكويشن زي ما احنا شايفين. وهناخد هنبدا الاول بمعادله الويف ايكويشن ونلاقي نستعرض طرق الحل بتاعت المعادله دي. ففي عندنا طريقتين للحل، الطريقه الاولانيه اسمها دلامبرت سوليوشن، والطريقه الثانيه اسمها سيبريشن اوف فاريبل. فهنوضح بس امام حضراتكم دلوقتي، والمحاضره الحل بالنسبه للدلامبرت سوليوشن، والمره الجايه هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله مع السيبريشن اوف فاريبل. شكرا لحضراتكم.